مساء الخير. بعد تقريبا ساعة واحدة من دلوقتي هتبدأ المباراة المرتقبة بين الأهلي وريال مدريد في نص نهائي بطولة كأس العالم للأندية. هذه المباراة مش بتهم بس جماهير الكورة، لكنها بتهم كمان كل حد حابب يشوف إنجاز مصري في أي مجال. إنجازات كرة القدم بالذات على المستوى الدولي ليها كده مردود أبعد وأعمق من قيمة الإنجاز الرياضي في حد ذاته. حاليا هنلاقي اسم مصر بيتردد في الصحف وفي المواقع العالمية لمجرد انه فريق من مصر اسمه الاهلي هيلاعب ريال مدريد. طبعا الصحف الاسبانية بالتحديد مهتمة اكتر بهذه المباراة، وبالتالي اتكلمت كتير جدا عن النادي الاهلي وعن جماهيره وعن الكرة المصرية بوجه عام. صحيفة موندو ديبوراتيفو الاسبانية قالت انه اللي هيشوف شعار النادي الاهلي الموجودة على الفانيلات بتاعت لعبته هيعرف مكانة الأهلي، لأنه هيلاحظ أربع نجوم، وده معناهم أنه الأهلي فاز 40 مرة بالدوري المصري، وهيلاقي 10 نجوم تانيين عبارة عن عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. الصحيفة الأسبانية قارنت الأهلي ببايرن ميونخ وقالت أنه الأهلي بيتفوق عليه في عدد من البطولات خلال القرن 21، لأنه الأهلي فاز ب41 بطولة، لكن بايرن ميونخ فاز ب40 بطولة بس. الصحيفة لما اتكلمت عن جماهير الأهلي الحقيقة قالت رأي يستحق التوقف. قالت أنه جماهير الأهلي ممكن يحسوا بالإهانة لو حد قال لهم أن فريقهم مش هيكسب، يعني مش هيكسب النهارده يعني ريال مدريد. طبعا هذا الرأي معلش يعني في نوع شويه من المبالغه، لانه جماهير الاهلي مدركه صعوبه المباراه، ولكن في نفس الوقت عندها ثقه كبيره في فريقها، عندها طموح، والطموح والثقه في المكسب مالهمش علاقه بالشعور بالاهانه في حاله الخساره. الاهانه بتيجي بس لو في جمهور بيشجع فريق متخاذل ما عندوش روح، لاعبته مش بتبذل كل جهدها في الملعب، ولا حاسه بمشاعر جمهور الفريق. لكن الحقيقه ان الوضع ده مش موجود في الاهلي، اللي شفناه في هذه البطوله بيأدي اداء متميز جدا وبروح عاليه جدا. عشان كده نتيجه اي مباراه مش نهايه العالم، سواء كانت نتيجه تفرح او نتيجه تزعل، لان الكره مستديره، الكره دواره بتدور، وبتدور معاها حكايات المكسب والخساره في الملاعب، وده معناه كمان انه الكوره مليانه مفاجآت، وده السر بتاع متعتها. لكن مفاجآت الكوره برضو واحده من اهم الاسباب اللي بتدي قيمه كبيره في الرياضه، في رياضه كره القدم بالذات. وهذا السبب هو الشعار الشهير بتاع يس وي كان، نعم نستطيع، لانه طالما كل شيء وارد في الكوره اذن الامل وارد، اذن الطموح موجود، اذن الجهد واجب. ودي واحدة من أهم القيم اللي بتنشرها الرياضة بين الناس، وهي قيمة الطموح اللي بيخلي الإنسان يبذل أقصى جهده عشان يحقق هدفه في كل المجالات. وكرة القدم بتاريخها الطويل في النتائج غير المتوقعة بترفع دايما سقف الطموح، بتعلم الناس إنه مفيش حاجة اسمها أحلام مستحيلة، لكن في عطاء وفي جهد بيخلوا المستحيل ممكن. كل تمنياتي طبعا بالتوفيق للنادي الأهلي، نادي القرن الإفريقي، في مواجهة ريال مدريد نادي القرن الأوروبي، والأهلي إن شاء الله بإذن الله قدها وقدود. مصر جديدة، أهلا بيكم. النهاردة أخبار النادي الأهلي موجودة في أهم الجرائد الأسبانية، وصورة محمد الشناوي كانت منورة كده على غلاف واحدة من أكبر هذه الصحف، جريدة أس الرياضية الشهيرة جدا. الجورنال ده حط صورة الشناوي جنب صورة فينيس جونيور، ده نجم ريال مدريد، وكتب تحتها ملوك عالمين، والمقصود أنه الاتنين ملوك بس كل واحد فيهم من عالم مختلف. وده اللي وضحته الجريدة بعنوان فرعي كتبت فيه ريال مدريد والأهلي الأفضل على الإطلاق في أوروبا وأفريقيا يسعيان للحصول على مكان في النهائي. طيب جميل جدا، اشمعنا حطوا صورة حارس مرمى الأهلي مع مهاجم ريال مدريد؟ ليه مش العكس؟ ليه مثلا مش محمد شريف مع حارس الريال؟ هل مثلا لانه مثلا الاسبان متوقعين هجوم مستمر من الريال ودفاع مستميت من الاهلي؟
مش عارفة، بس خلينا نجاوب بحسن نية، لأن يمكن يكون اختيار الشناوي بالذات بسبب مشاركاته المهمة على المستوى الدولي وأرقامه القياسية اللي عملها، وخصوصا أنه النهاردة محمد الشناوي عنده منافسة خاصة جدا مع الأسطورة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، اللي بيعتبر هو والشناوي أكتر حراس مرمى في تاريخ كأس العالم للأندية اللي قدروا يحافظوا على نظافة شباكهم برصيد 4 مباريات. يعني لو النهاردة الشناوي كمل جميله وقدر يحمي مرمى الأهلي من أي هدف، هيكون هو رقم واحد قبل نوير برصيد 5 مباريات. طبعا احنا بنتمنى ان الشناوي يحقق هذا الإنجاز، ولو ان الجرائد الاسبانيه ليها راي تاني، لانها بتتوقع وبكل ثقه فوز ريال مدريد، وده اللي ظهر في تصميم تعبيري على غلاف جريده ماركا الاسبانيه، وده اول غلاف ليها بيتصمم بالذكاء الاصطناعي. التصميم كان فيه صوره التاج اللي بيميز الفريق الملكي ريال مدريد، وهذا التاج مغطي الكره الارضيه كلها. طبعا المعنى واضح، لكن الماركة فسرت المعنى في عنوانها وكتبت انه ريال مدريد بيستعد لالتهام العالم مرة اخرى. بس يلتهم مين؟ لا، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكون يعني قدها وقدود، ومش هيكون لقمة طرية ابدا لريال او للذكاء الاصطناعي اللي قال كده. خلال الأيام اللي فاتت كل المحللين الرياضيين في مصر وأسبانيا ابتدوا يحطوا توقعاتهم لتشكيل الأهلي وريال مدريد. طبعا تشكيل كل فريق بيعتمد على رؤية الأجهزة الفنية وعلى الخطة اللي كل مدير فني ناوي يعتمد عليها. بالنسبة للنادي الأهلي، الحقيقة التشكيل فيه عناصر يعني مهمة جدا، وبعض الاختلافات البسيطة في أسماء اللاعبين المتوقعين اللي هيبتدي بيهم مارسيل كولر المباراة. لكن الحقيقة التشكيل النهائي لكولر هنلاقي فيه محمد الشناوي طبعا في حراسة المرمى زي ما كنا بنقول من شوية، في الدفاع علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، في خط الوسط عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ألبو ديانج، وفي الهجوم أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف. ده القرار النهائي لكولر اللي درس كويس فريق الريال وعارف طريقة تفكير مديره الفني كارلو أنشيلوتي اللي بيواجه بعض الغيابات المؤثرة في فريقه، وعلى رأسهم طبعا غياب نجم الفريق كريم بنزيما. طبعا كريم بنزيما يعني غيابه أكيد هيكون غياب مؤثر. طيب دكة الاحتياطي على فكرة برضو في ريال مدريد مش سهلة، يعني التشكيل اللي هيلعب بيه أنشيلوتي فيه برضو أسماء كبيرة جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله مش كبيرة على الأهلي. طيب مباراة الأهلي وريال مدريد الحقيقة دي ممكن نقول عليها إيه؟ مباراة تاريخية بكل المقاييس، بغض النظر عن نتيجتها، بغض النظر يحصل فيها إيه، لأنها أول مباراة رسمية بين الناديين بعد المباراة الودية الوحيدة اللي جمعتهم من أكتر من 20 سنة تحت عنوان لقاء القرن. عارفين زي كده أم كلثوم وعبد الوهاب في لقاء السحاب، ده لقاء القرن. الحقيقة إنه المواجهة كانت بين نادي القرن في أفريقيا قبل كده ونادي القرن في أوروبا، ويومها الأهلي فاز بهدف للاعب النيجيري، يعني حقق هدف مهم جدا في ذلك اليوم، اللاعب اسمه ساندي. النهاردة الأهلي بيدخل المباراة قدام ريال بخبرة كبيرة في بطولة كاس العالم للأندية اللي قدر يحقق فيها المركز الثالث 3 مرات، لكن في نفس الوقت السي في بتاع ريال مدريد بيقول انه اكتر نادي في العالم فاز بهذه البطولة، ومع ذلك نتائج المباريات مش دايما بتعترف بتاريخ الانجازات، لاننا في اوقات كتير بنشوف انجازات كروية غير عادية بتتجاوز كل التوقعات، ويمكن اخر هذه الانجازات كان في بطولة كاس العالم الاخيرة لما المنتخب المغربي قدر يوصل لدور نص النهائي من البطولة، وهذا الانجاز لوحده حافز، وحافز قوي جدا، وفال خير للاهلي اللي بيلعب النهاردة في دولة المغرب صاحبة هذا الانجاز الكبير.
ينضم لنا على التليفون كابتن معتز اينو نجم النادي الاهلي ونادي الزمالك السابق. كابتن معتز اهلا بيك معنا في مصر جديده، وتوقعاتك ايه النهارده ورايك ايه في التشكيل؟ يعني لو انت كنت بتعمل التشكيل كنت هتعمله ازاي؟ طبعا في البدايه مساء الخير عليكي، مساء وسعيد الخير. انا موجود معاكم النهارده ان شاء الله، وبنتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي النهارده يعمل مباراه كبيره ويفرح جمهوره اللي دايما بيفرحه دايما. ان شاء الله. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعمل مباراه كبيره، وبيلعب طبعا ريال مدريد من يعني احسن انديه العالم، فان شاء الله ربنا يكرمه ويعمل مباراه ليه باسم النادي الاهلي يعني ان شاء الله. لو انت بتعمل التشكيل هتعمله ازاي؟ يعني مش هغير كتير، يعني الراجل عمل تشكيله محترمه، تشكيله كويسه فيها توازن، ويلعب على الهجمه المرتده، عنده سرعات زي احمد عبد القادر، زي حسين الشحات، محمد شريف، ملاعب قفشه النهارده في نص الملعب عشان يمسك كوره يقدر رايك ايه يحول. في انه كولر يبدا بقفشه؟ هو كل الناس طبيعي كانت متوقعه اللي بيلعب ثلاثه فلات في نص الملعب، حمدي وديانج والسوليه، لكن النهارده الراجل فاجئنا كلنا طبعا، وقعد حمدي فتحي. ممكن يبقى الراجل في تفكيره ان قفشه هو اللي بيقدر يحولني من الدفاع للهجوم عشان يوصل السرعات للناس اللي قدام، فده برضه تفكير محترم. وقفشه يقدر النهارده في ظل اللي هيكون فيه مساحات كبيره، يعني انا متوقع اللي هيكون فيه مساحات النهارده، يقدر يقف على الكوره ويقدر يعني يدي سرعات للناس اللي قدام. فانا شايف تفكيره كويس وتشكيل مناسب، فاتمنى ان شاء الله يعني الكلام ده يتنفذ في الملعب يعني. طيب لو سألتك عن توقعاتك لنتيجة المباراة بعيدا عن الأمنيات، احنا كلنا طبعا بنتمنى النادي الأهلي طبعا يكسب، ولكن توقعاتك ايه؟ بصي، طبيعي ان الناس كلها بتتكلم على ايه اللي النادي ريال مدريد طبيعي اللي هو يكسب يعني، لكن الكرة فيها كل حاجة، والنادي الأهلي دايما يعني معود الناس كلها اللي هو دايما خارج التوقعات، والمباراه دي للتمني اتمنى طبعا النادي الاهلي، لكن كتوقع انا متوقع بغض النظر عن النتيجه، لكن النادي الاهلي يعني ادي مباراه كبيره تليق باسمه وتليق بجماهيره. والله الاهلي لا قدر الله، لا قدر الله حصل حاجه، الناس احسن فرقه في العالم، والله قدرنا نحقق المفاجأة، هتبقى إنجاز كبير يعني إن شاء الله. إن شاء الله نعمل مفاجأة. وشكرا كابتن معتز إينو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك السابق. ينضم لنا من المغرب الناقد الرياضي الكبير أبو المعاطي زكي، أهلا بيك معانا في مصر جديدة. وبداية، أنت شايف التشكيل إزاي اللي عمله كولر؟ تعليقك إيه على التشكيل؟ أهلا بيك يا أستاذ إينجو. أهلا وكل مستمعيك الكرام، أنا بكلمك من ملعب المباراة، مش عايز اقول لك الملعب فل كامل العدد، حضور جماهيري عظيم من جماهير المغرب، مسانده جماهيريه عظيمه للنادي الاهلي، مسانده حب شديد جدا لمصر والمصريين، حاجه فوق الوصف وفوق الجمال من الشعب المغربي، نحييهم جميعا فردا فردا على هذه المسانده وعلى هذا الدعم لنادي مصر العظيم هو النادي الاهلي. يا بختك. فيما يخص التشكيل، احنا كلنا نفسنا نبقى النهارده موجودين في الاستاد معاك بنحضر الماتش. والله الملعب كله احمر، طبعا فيه جزء للاسبان نتيجه ان هم قريبين من هنا وحاضر منهم عدد كبير، لكن النسبه الاعلى للنادي الاهلي بفضل الله تعالى. التشكيل كان مفاجاه للجميع، وهو ان الراجل طمعان في المباراه، وجود اربعه بشكل هجومي تحت محمد قفشه، يعني خمسه ذو صبغه هجوميه، معناها انه طمعان في المباراه، بيبقى قفشه وعبد القادر محمد وحسين الشحات ومحمد شريف، اربعه بالشكل ده معناها انك انت عاوز طمعان في المباراه، عاوز تعمل التحول الهجومي بشكل مفاجئ وسريع. انا شفت وشوش اللاعبين وهي نازله في الفندق، نازله من الفندق تركب الباص، لا في تركيز، في اصرار، في حماس، في اطمئنان نفسي. المعسكر اللعيبه معزوله تماما عن الدنيا كلها وعن الاوضاع كلها، هم عاوزين يعملوا حاجه لانفسهم وللنادي الاهلي، عاوزين يكتبوا سطر من سطور التاريخ ليهم في اول مواجهه رسميه بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد في التاريخ وفي مناسبه رسميه. ريال مدريد ليس في وضعه
الافضل حينما بالضبط في غيابات في فريق الريال، يعني هل انت شايف انه هذه الغيابات مؤثره؟ نعم طبعا هي غيابات يبقى انه ريال مدريد البديل بتاعه. نعم. انت بتتكلمي في لعيبه بمئات المليارات بمئات الملايين من اليوروهات، مش اقل لعيب فيهم 500 مليون يورو مثلا او حاجه و 400 مليون، يعني ارقام ضخمه بالنسبه للعيبه دي. قيمه تسويقيه لا تقارن بالنادي الاهلي، ده قيمه اللاعبين التسويقيه ايه والنادي الاهلي ايه. لكن في الاخر خلينا نقول ان المباراه هي مباراه الروح، العزيمه، الاصرار، الرغبه في الفوز، الاراده، وده اتعود شفناه امبارح من نادي الهلال مع فلامينجو البرازيلي لما كسبه، شفناه مع منتخب السعوديه لما كسب منتخب الارجنتين، شفناه مع المغرب لما وصل الى الدور قبل النهائي لكاس العالم. كوره ما فيهاش كبير وصغير، فيها كل حاجه وفيها مفاجآت. بالظبط. وقد يكون ان ده ريال مدريد وده النادي الاهلي، في صالح النادي الاهلي ان لعيبه ريال مدريد تلعب بتعالي، تلعب بغرور، تلعب باريحيه شديده، المفاجآت وارده، والاهلي يلعب من اجل تقديم مباراه للتاريخ بغض النظر عن النتيجه. مباراه طبعا هتبقى تاريخيه جدا النهارده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ايا كانت النتيجه النادي الاهلي كسبان ومصر كسبان. توقعاتك ايه؟ يعني انا عارفه انك اهلاوي، انا عارفه وعارفه انك انت مش سهل اولا انه ناقد رياضي يفصح عن انتمائه الرياضي، يعني عاده النقاد الرياضيين بيخبوا، خصوصا النقاد الرياضيين الكبار بيخبوا انتماءاتهم الرياضيه، انت يعني اهلاوي واضح وصريح وبتعلن عن كده. انا بعلن عن كده واتمناها اهلاويه، واتمنى الاهلي يبقى احسن نادي في العالم، واتمنى يبقى منافسيه يتعلموا من النادي الاهلي النظام والاحترام والشياكه والرقي والتحضر والقيم والمبادئ. ده امور كلنا بنحبها، وكل الانديه المصريه فوق الراس، كل الانديه المصريه لها كل التقدير وكل الاحترام، خاصه الانديه الشعبيه والجماهيريه، لان كل ده هو اللي بيصنع كوكتيل كره القدم. لكن اتمنى ان النادي الاهلي يعمل مباراه مشرفه، يؤدي بنديه، يبقى هو موجود في الصوره، ما يبقاش لقمه سائغه بالنسبه للاسبان. اتمنى ان يلعب بنديه وبكفاح وشرف. كوبرتان قال لنا اللي هو مؤسس الحركه الاولمبيه الحديثه، الرياضه هي الكفاح بشرف من اجل الفوز. الكفاح بشرف من اجل الفوز الرياضه. طبعا نبذل اقصى مجهود لدينا، لكن اللي يجيبه ربنا. طبعا في فوارق فنيه رهيبه، لكن برضه هحاول. وقبل كده مستر مانويل جوزيه قال لو لعبت ريال مدريد لما قابله في مباراه وديه في 2001، قال لو لعبت ريال مدريد 100 مره هخسر 99، كان معاه الجيل العظيم. لكن خلوها النهارده المره الوحيده اللي بنكسبها. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي عندهم اراده، عندهم رغبه. لو النهارده ان شاء الله باذن الله الاهلي فاز هيقابل الهلال السعودي وتبقى القمه عربيه. مستر انفنتينو غير محل اقامته، كان مقيم في الفندق اللي فيه ضيوف الفيفا وكبار الضيوف، غيروا الفندق اخر اللي هو فيه الحكام. ده معنى ايه؟ ده معناه بالنسبه لنا ان 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 ان, إن الفيفا ما بيبقاش حابب ابدا ان يبقى فريقين عربيين في بلد عربي في نهائي كاس العالم للانديه، ولسه كان كاس العالم للكبار في دوله عربيه، فبيبقى في كده يعني ايه، لا عاوزينها تبقى كده، ويقول لك النهائي التسويقيه اللي هيبقى فيه ريال مدريد يبقى اعظم. فاخشى من الاخطاء التحكيميه، اخشى واتخوف من الاخطاء التحكيميه، ربما المتعمده غير المتعمده. ده بالنسبه لي انا عامل تخوف كبير بالنسبه لي، لكن لو ربنا اراد ما حدش رد لقضائه، واراده الله نافذه، وربك لما يريد هنكسب ريال مدريد باذن الله. ربك لما يريد، ان شاء الله ربنا يريد. توقعاتك بقى بصرف النظر عن امنياتك. توقعاتك النهارده ايه؟ مباراه انا 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 توقعاتي انها تبقى مباراه قويه. النتيجه في علم الغيب في الكوره، لكن هتبقى مباراه قويه، وهيبقى النادي الاهلي ند لريال مدريد، وهيلعب مباراه ممتعه، والتشكيل معناه ان مستر مارسيل كولر طمعان في الفوز على ريال مدريد. تشكيل انت شايفه هجومي يعني؟ تشكيل ان هو طبعا انا ده هو المباراه اللي فاتت قدام الامريكان بيلعب بثلاثه قلب وسط مدافع، النهارده بيلعب باثنين وبيلعب بهجوم اربعه. معنى كده ان هو طمعان في الماتش، معنى كده ان هو هيبقى، ما هو انت امتى ريال مدريد يخاف منك؟ لو اول خمس دقايق ربع ساعه كنت انت ضغطاه وبتلعبي كوره عليه وبتنقلي كوره عليه هو يقلق. بس لو انا تنيتني واقف ورا اطلعت لكمات زي ما كان بيعمل كابتن محمد علي كلاي الملاكم الشهير، يعني كان يحك الفراشه ويدخل نحله، لا تشكيلته بيقول انه هيبقى ند، انه هيبقى ند. فلو ده حصل على ارض الواقع تمام،
ده مكسب كبير لينا. بس برضو ما قلتليش الطاقات، اصل الكوره جوان، الكوره جوان في الاخر، حتى لو لعبنا جامد وما جبناش جوان يعني مش توقعاتك ايه؟ توقعات في ظل ان في ظل ان ريال مدريد مش في يعني حالته، اتوقع ان الاهلي يكسب وسيبيها على الله. 1-0 مثلا؟ كسبان كسبان 1-0. يا ريت لو وصلنا لضربات الجزاء احنا كسبانين. لو وصلنا لضربات الجزاء لو احنا كسبانين. وصلنا لضربات الجزاء احنا كسبانين. بس ان شاء الله نكسب قبلها ان شاء الله. احنا طمعانين. احنا بس مش عايزين قلبنا يقف واحنا بنتفرج على ضربات الجزاء. بص اقول لك على حاجه، انت بتلعب ريال مدريد حتى لو خسرتي، لكن اديتي بشرف وبجديه احنا راضيين. احنا طمعانين بس بصراحه، المجد احنا طمعانين في الفوز النهارده. استاذه بص اقول لك، المجد كل المجد انك تلعبي مع ريال مدريد في محادث عالمي، ده مجد عظيم لم تناله اي فرقه. ما هو ده جزء من المجد، احنا عايزين ناخد المجد كله، ان احنا نفوز بقى على ريال مدريد. يدعينا وجمهورك العظيم يدعينا، وربنا يكتب لنا الفوز باذن الله، تبقى مفاجاه جميله ورائعه ان شاء رب العالمين، ان شاء رب العالمين، ان شاء رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اشكرك، الجو عندك عامل ايه دلوقتي؟ اخبار الجو؟ الجو ممطر بس الامطار توقفت دلوقتي، لكنه مش ممطر بشده، انت عارفه اللي بتندع كده. لكن الاجواء دلوقتي ارحم من تطوان، لان تطوان كان فيها جو ثلجي ليلي، يعني كان بيبقى برد شديد. أيوة. لكن هنا في الرباط الجو مميز، لو كسبنا ان شاء الله هنبقى قاعدين في الرباط، لو خسرنا نروح نلعب على ثالث ورابع مع فلامينجو البرازيلي في طنجة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نفضل في الرباط. يا رب نتمنى في الرباط ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله في عدد من المصريين يعني جمهور موجود يعني كتير. في عدد، وفي رحله جت النهارده، وفي اعضاء مجلس اداره جم النهارده وتواجدوا، والحمد لله كله زي الفل. مين موجود النهارده من اعضاء مجلس الاداره؟ يكفي 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 الدعم من الجمهور المغربي. انت بتلعبي كانك في استاد القاهره. ده شيء عظيم. ده النقطه اللي احنا يجب ان نتوقف عندها، ان الجمهور المغربي بيشجع. يكفي الاستاذ فوزي الاقشع رئيس الجماعه المغربيه لكره القدم ووزير الماليه في الحكومه المغربيه، قال اقوى تصريح، قال الاهلي هو ممثل المغرب في كاس العالم. جميل التصريح طبعا. ممثل المغرب في كاس العالم. انت متخيله قوه التصريح ده؟ ما حدش عندنا يقدر يقوله. اقول لك ايه بس؟ اقول لك ان يعني الحمد لله الحمد لله الحمد يعني لله. هنا الناس بتحب الاهلي جدا وبتحب مصر جدا وبتدعم الاهلي كنادي مصري عظيم بشكل كبير جدا جدا جدا. هو وجود الاهلي في البطوله دي ده انجاز مصري في حد ذاته. وربك لما يريد ما كانش الاهلي موجود. كان حصل احداث قبل النهائي احداث المباراه النهائيه، لو الفيفا ما كانش محدد البطوله هتقام فين، لما حددها في افريقيا، والمنظم اهو الملعب كامل اهو ما شاء الله تبارك الله، والاهلي بيسخن والحكام بيسخنوا، وفي طبعا ناس لابسه ابيض، يعني الحمد لله ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير ابو المعاطي زكي، كنت معنا من الرباط. بينضم لنا على التليفون الكابتن احمد ابو مسلم، لاعب النادي الاهلي السابق، اللي كان موجود في المباراه الوديه اللي جمعت الاهلي بريال مدريد سنه 2001. يعني دول يعني اللعيبه الابطال الكبار اللي يعني شاركوا في ماتش مهم زي ده، ماتش الاهلي وريال مدريد في 2001، المره الوحيده اللي قابل فيها الاهلي ريال مدريد في التاريخ كانت 2001، وكانت مره وديه أو مباراة ودية. كابتن أحمد أهلا بيك معانا في مصر جديدة. وقبل ما أسألك عن توقعاتك إيه النهاردة، عايزاك تحكي لي عن ذكرياتك، إزاي كنت في الفريق في فريق الأهلي في 2001 لما لعبتوا ريال مدريد، إيه أهم الأحداث اللي حصلت خلف الكواليس؟ كابتن أحمد معايا؟ كابتن أحمد سامعني؟ طيب هنحاول نرجع تاني نتواصل مع كابتن أحمد أبو مسلم. الحقيقة الأهلي قابل ريال مدريد مرة واحدة بس في التاريخ، وده كان سنة 2001، وفي هذه المباراة كان بيلعب فيها كابتن أحمد أبو مسلم. كابتن أحمد مساء الفل.
مساء الخير يا انجي، اهلا بيك وعلى اهلا كل المشاهدين بيك. الكرام. احكي لي، كنت عاوز اسالك في الاول قبل ما اسالك عن مباراه النهارده، عايز اعرف ايه اللي حصل في المباراه مع ريال مدريد لما لعبته في 2001 هذه المباراه الوديه. احكي لي ايه اللي حصل يومها. لا طبعا، هو دي مباراه تاريخيه بتتحط في تاريخ لعيب الكوره، بالذات انت بتلعب نادي القرن الاوروبي اللي هو كان ساعتها الجيل الذهبي لريال مدريد، كان يعني زيدان، يعني ايقونه الكره العالميه زين الدين زيدان، وعندك روبرتو كارلوس، وعندك فيجو، فلويس فيجو، فانت عندك ام كاليلي، عندك فرقه، يعني فرقه ده الجيل الذهبي بتاع دوت. والنقطه كمان اللي هي كانت مهمه جدا، اللي احنا كان عندنا عنصر السن بتاعنا كان عندنا 18 سنه، فاحنا كنا صغيرين كلنا. حتى هتلاقي بص الصوره كل لعيبه النادي الاهلي مفيش الا بس هادي خشب هو الكبير. كان النادي الاهلي ساعتها بيعمل جيل، كنت انا وحسام غالي والمجد مصطفى ورضا شحاته وعادل مصطفى والرياض، ده كله كان تحت السن. فاحنا ده كان بالنسبه لنا حلم، اللي انت بتشوف مثلا الفرقه دي في التلفزيون ريال مدريد بيلعب على بطولات اوروبا وواخد كل متصدر كل البطولات، فلما تشوف اللعيب دوت جنبك في التراك وانت نازل الملعب، فدي بالنسبه لنا كانت الصدمه الاولانيه، ان احنا لازم ناخد الصدمه دي قبل ما ننزل، يعني لازم ننزل رهبه، كان في رهبه كده طبعا، رهبه واحترام طبعا اكيد ليهم. بس انت عارفه النادي الاهلي اللي بيلعب في النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي عنده، يعني النادي الاهلي مش بيعش من البطولات، النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي موجوده بتقوي اي حد يعني. فالحمد لله كنا مركزين بشكل كويس جدا، عملنا مباراه طبعا في التاريخ لحد دلوقتي، احنا عدى عليها 22 سنه لحد دلوقتي، فدي حاجه بتتحط في التاريخ. بالنسبه للعيبه النهارده بتاعت لعيبه النادي الاهلي، اكيد زي ما احنا قلنا ده النهارده ماتش رسمي، احنا كنا حتى الماتش بتاع النادي الاهلي ما كنا شغالين في النادي الاهلي موجودين فيه، كان ماتش بصفه وديه احتفالا في النادي الاهلي، كان عامل احتفاليه النادي الاهلي بتاعت المقاولين. فالنهارده انت عندك شكل رسمي وبيحدد بطوله، اول لقاء رسمي مش ودي طبعا، يعني الماتش الاولاني كان ودي تمام، عشان كانت احتفاليه من احتفالات النادي الاهلي كانت موجوده. طب توقعاتك الاختلافات ما بين نتيجه الماتش الاولاني في 2001 ونتيجه الماتش بتاع النهارده، توقعاتك ايه؟ لا هو الجيل غير الجيل، وطبعا والنجوم غير النجوم موجوده دلوقتي. انا اتمنى طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يكسب النهارده ان شاء الله، واكيد عندهم لعيبه كتير، كريم بنزيما مش موجود، في لعيبه كتير عندها مش موجوده في الفرقه الاساسيه او السكواد الاساسي بتاعه مش موجوده فيه، فنتمنى النهارده ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي او رجاله النادي الاهلي الموجوده النهارده تبقى على قد الحدث. انت عندك النهارده ماركت كبير بيتحط، انت عارفه القيمه التسويقيه لريال مدريد باسعار عاليه جدا، اللقاء زي ما احنا شفناه من امبارح، والصحفيين والمحطات العالميه بتدي اهتمام كبير للقاء دوت، فده حاجه اسمها ماركت للعيبه النادي الاهلي، اللي انت تقدر تسوي نفسك بشكل كويس، تقدر تقول النادي الاهلي نادي كبير ونادي القرن موجود في افريقيا موجود، ده الشخصيه بتاعته او دي الهويه اللي موجوده بيه. فانت النادي الاهلي مش بيمثل مصر، بيمثل ده قاره افريقيا وكل العرب. فنتمنى اللعيبه النهارده ان شاء الله تقدر تعمل، ما تخافش اهم حاجه عندها ما تخافش، ما يبقاش عندهم الرهبه من ريال مدريد طبعا. انت يلعبوا ند بند، انت بتلعب بالنادي الاهلي، انت بتلعب حتى اي لعيب في العالم اللي بينك وبين الملعب، انت عندك الملعب. وكان زي ما كنت بسمع حضرتك من شويه، كان مستر مانويل جوزيه كان معانا، ما كان موجود معانا، قال لنا نفس الحكمه، قال لنا انتوا انا عارف لو لعبنا ريال مدريد كذا مره هنتغلب بالجيل دوت، بس انتوا النهارده موتوا نفسكم قتلوا او دفعوا عن نفسكم. فانا النهارده بقول للعيبه ان شاء الله تشتغل بشكل كويس، كل جماهير مصر مستنيه المكسب ليهم، انت بتكسب بتفرح مصر كلها والعالم كله، فنتمنى ان شاء الله يعمل النهارده الشخصيه بتاعت النادي الاهلي الموجوده ويبسط كل مصر طبعا. تتوقع النتيجة تكون كام كام؟ احنا بنتمنى يعني حاجات كتير، بس توقعاتك وفقا للواقع يعني. لا هي طبعا النتيجة صعبة تتكهن بيها طبعا، بس احنا بنتكلم في الطموح. انا شايف ان ممكن ان شاء الله حتى لو ماتش يعني خسر، يعني حصل فيه يعني هيبقى مقفول، ماتش مقفول طبعا، الجيم مقفول بنسبة 1000%، ممكن نوصل لضربات الجزاء، فنتمنى ان شاء الله ضربات الجزاء النادي الاهلي يفوز ان شاء الله بضربات الجزاء. ده في توقعات برضو كابتن او ناقد رياضي الاستاذ ابو المعاطي زكي برضو توقع ان احنا نوصل ممكن هو بقى غشها مني كان امبارح ولا حاجه توقع ان احنا نوصل لضربات الجزاء. بس خلي بالك هو الماتش صعب جدا، الماتش صعب جدا، ومحد ريال مدريد يعني النادي الاهلي لو جاب جول في الاول الموضوع هيتغير. وريال مدريد برضك فرقه ما بتسكتش، فرقه عندهم لعيبه، عندهم مهارات فرديه عاليه بشكل كبير جدا، عندهم لعيبه واسعارها بالملايين، فالماتش هيبقى سهل. فنتمنى النادي الاول اول ربع ساعه من النادي الاهلي لازم يكون فيها حذر، لازم يكون فيها تركيز قوي، لازم حذر. طب رايك ان كولر هيبدا بقفشه ايه؟ لا انا شايف لو بدا بقفشه يبقى الموضوع ده فيه صعوبه شويه، في يعني صعوبة. انا شايف ما كنتش مع انه يبدا بقفشه. انا كنت، لا انا كنت، لو انا كنت اقول لك التشكيل اللي لو كنا بنتكلم عن النادي الاهلي في التشكيل اللي موجود، هو مفيش اختلاف طبعا على الشناوي، بتتكلمي على محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني،
انا في نص الملعب لازم العب بثلاثه، العب بالو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه عشان اعمل شكل نص ملعبي بشكل كبير. هلعب الاثنين اللي هم الهافين، هلعب بحسين الشحات والعب طاهر محمد طاهر، واحط راس حرب وهمي اللي هو بريستاو زي ما كان شغال قبل كده، او ممكن محمد شريف. يعني انا شايف اللي هو احنا طبعا موجودين بره الحاله العامه، هو الموجود وعارف مين الافوق دلوقتي في ارض الملعب. فانا شايف لو بريستاو او محمد هاني، انا شايف بريستاو عنده المهارات، كان راجل بيلعب في الدوري الانجليزي فعنده الضغوط دي، انت عارفه لازم يكون لعيب عنده ضغط عصبي عضلي مع شغالين بشكل مميز عشان يقدر يستحمل قوه الماتش ديت. فانا شايف ممكن بريستاو يحطه في التشكيل. يعني انا قفشت كل لقاء الموضوع هيبقى صعب، ليه؟ عشان هيبقى فيه التحامات كتير في نص الملعب، القوه الجسمانيه، لعبت في اوروبا فرنسا 5 سنين وبلجيكا، فالقوه الجسمانيه بتاعتهم هتبقى قويه جدا والالتحامات هتبقى قويه جدا. فقفشه في الموضوع الالتحامات والقوه والسرعه والحاجات دي هيبقى عنده مشاكل. هم هيقدروا يسيطروا على نص الملعب بشكل كبير، والنهارده الجيم كله مش هيخلص الا عشان نص الملعب. نص الملعب اللي هيكسبك الماتش. يعني انت شايف ان دي مغامره غير محسوبه من كولر؟ طبعا هي مغامره. انا دلوقتي هخلي بقى حضرتك اللي الضغط مش على النادي الاهلي، الضغط على ريال مدريد، لان الناس كلها بتستناه. النادي الاهلي لو كسب ريال مدريد دي حاجه طبعا هتحسب، يعني هتحس في التاريخ. اما ريال مدريد لو كسب النادي الاهلي ده الطبيعي بتاعه، فالضغوط كلها على النادي الاهلي، على النادي ريال مدريد. فانا شايف النهارده كنا نوصل للمحطه او الجيم لابعد محطه لحد لما نوصل للاخر اللي احنا عايزينه. ربنا يستر، ربنا يستر. لا ان شاء الله اتفقلي، ان شاء الله انت لابسه احمر النهارده هنكسب ان شاء الله. شفت بقى؟ ايوه طبعا. اهلاويه جدا النهارده. طبعا اهلاويه في كل مكان طبعا. اشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد ابو مسلم لاعب النادي الاهلي السابق. في محللين كوره كتير شايفين انه مباراه الاهلي وريال مدريد هي مباراه الارقام القياسيه. ليه بقى؟ لانه تاريخ الفريقين مليان بالارقام المهمه. نتيجه المباراه النهارده ايا كانت هتغير بعض هذه الارقام، لكن في ارقام قياسيه تانية مختلفه شويه تخص اندريس ماتانوتي حكم المباراه ده. ليه بقى؟ لانه هذا الحكم اللي جاي من اوروغواي هو رجل الانذارات، هو رجل الانذارات الاول في الملاعب، رغم انه بدا مشوار التحكيم الدولي بقاله بس يمكن 4 سنين، لكن الراجل بيعشق الكروت الصفراء والكروت الحمراء، ومعدل كروته الصفراء في الماتش الواحد يمكن 6 كروت. هذا الحكم اللي عنده 35 سنه واللي كان مشارك في مونديال قطر 2022 في رصيده 169 مباراه، رفع فيهم الكارت الاصفر 945 مره، الكارت الاحمر 54 مره، ما عندوش اي تردد في قرار احتساب ضربات جزاء. خد القرار ده على فكرة يمكن 60 مرة في كل المباريات الحقيقة اللي حكمها، يعني خد القرار ده باختصار. يعني هذا الرجل مش بيهزر، هذا الرجل بيستعمل كل صلاحياته في الملعب، وأهمها الكروت الصفراء والكروت الحمراء، وده سبب مهم جدا لزيادة تركيز دفاع النادي الأهلي عشان ما يحصلش أخطاء تخلي الراجل يمد إيده في جيبه ويطلع اللي فيه النصيب، كارت أصفر بقى ولا كارت أحمر حسب تقديره. لكن كمان هذا الحكم بأسلوبه الصارم متوقع أنه هيدي للعيبة الأهلي حقهم، المفروض يعني زي ما هيدي للعيبة الريال حقهم، ومش مطلوب منه أكتر من كده. وأتمنى ما يحصلش أي نوع من الأخطاء التحكيمية زي ما كنا بنتكلم من شوية. النهارده لجنه العفو الرئاسي طلعت بيان شكرت فيه اجهزه الدوله وفي مقدمتها وزاره الداخليه على جهودها لاحتواء الموقف في منطقه الوراق في محافظه الجيزه بعد ما تم اخلاء سبيل كل المواطنين اللي اتقبض عليهم قبل كده بعد تنفيذ الاجراءات القانونيه. لجنه العفو الرئاسي وصفت جهود اجهزه الدوله بانها نهج ايجابي، وقالت في بيانها انه هذا النهج الايجابي من ابرز مخرجات الحال العامة الإيجابية اللي واكبت الدعوة للحوار الوطني. طيب، في خطوة مهمة جدا اتحققت النهاردة في اتجاه إنهاء وجود قوات المرتزقة في الأراضي الليبية. النهاردة كان اليوم الثاني لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المعروفة ب5+5 في القاهرة برعاية الأمم المتحدة. وفي البيان الختامي للاجتماع ده تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بخصوص خروج قوات المرتزقة من ليبيا. مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا أكد في البيان أنه المشاركين في الاجتماع
اتفقوا على آلية لتنفيذ خروج المرتزقة، وأكد على ضرورة تنفيذ هذه الآلية بسرعة والالتزام بخريطة زمنية محددة عشان تتنفذ بشكل عملي على الأرض. طبعا هذا الموضوع كان محور النقاشات في الجلسة الأولى للاجتماع امبارح، والاتفاق النهاردة على هذه الخطة ده بيعتبر إنجاز مهم جدا لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية اللي انتهى بتوجيه الشكر لمصر على استضافتها لهذا الاجتماع، ولمبعوث الأمم المتحدة اللي قدر يتواصل مع الوفود المشاركة لنوع من التوافق على خطوات عملية واضحة لإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا. الوفود المشاركة في هذا الاجتماع وبعيدا عن الأزمة الليبية وقفوا دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا في لفتة إنسانية بتعكس حرص المشاركين في الاجتماع على تأكيد القيم الإنسانية اللي مش بتفرق ما بين ضحايا الأزمات في العالم، سواء كانت هذه الأزمات كوارث طبيعية أو صراعات عسكرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان النهاردة بيتابع ملف تطوير الصناعة المصرية والتحديات اللي بتواجهها من خلال اجتماعين اتنين. الاجتماع الأولاني كان عن متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس للتعامل مع كل العقبات والتحديات اللي بتواجه القطاع الصناعي من خلال الجهود اللي بتشترك فيها كل أجهزة الدولة، والاجتماع الثاني تناول ملف منظومة المجمعات الصناعية وتقييم مدى الاستفادة منها ومتابعة تنفيذ كل أنشطة هذه المجمعات. وفي نفس الوقت هذا يعني في هذا الاجتماع الرئيس تابع فيه ملف التعاون مع القطاع الاقتصادي الصناعي، القطاع الخاص للصناعي والشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات اللي بتتم لزيادة الاستثمارات الصناعية في الاجتماعين اللي بيصبوا في اتجاه واحد وهو تطوير القطاع الصناعي المصري. طبعا كان في موضوعات مهمة تناولها الرئيس زي تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة عشان يتم تشجيع الاستثمارات الصناعية، علشان يحصل توحيد الجهود مع يعني كل الجهات اللي بتتعامل مع المستثمر، بحيث ما يكونش في أي نوع من التشتت، يكون في اختصار للوقت، اختصار للمجهود والتكلفة، وكمان يبقى الإجراءات بتاعت التراخيص الصناعية سهلة. والحقيقة توجيهات الرئيس في هذا الإطار كانت بتوسيع مسار الإنتاج الصناعي الموجودة حاليا وإنشاء مسارات جديدة مع مواجهة أي تحديات أي عقبات في طريق الاستثمار الصناعي في مصر. الرئيس كمان أكد الاستمرار في دعم مساهمة القطاع الخاص خصوصا في قطاع الصناعة مع التوجيه بزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بحيث يكون في كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستمرة. هذه الخطوات طبعا خطوات مهمة جدا، هدفها هو الارتقاء بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة في مصر. طيب خبر اقتصادي مهم الحقيقة حبيت أتوقف عنده مع حضراتكم النهاردة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار سنة. الشركات دي بتشمل 18 قطاع ونشاط اقتصادي. الدكتور مصطفى مدبولي قال إنه إحنا بنستهدف 25% من الشركات دي وبنسعى لإنجازهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة. طيب خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل مصر جديدة. دلوقتي واحنا بنتكلم كل حاجه جاهزه في استاد مولاي عبد الله في الرباط لبدايه موقعه الاهلي وريال مدريد، لكن محدش عارف الحقيقه البدايه هتبقى ازاي، لانه الدقائق الاولى في المباراه هتفرق جدا، وده اللي بيدور دلوقتي في دماغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي والايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني للملكي الاسباني. الاثنين فكروا كويس في خط سير المباراه، كل واحد فيهم عايز يمشيها بطريقته. كولر طبعا اسم على مسمى، هو راجل كول كده هادي جدا بس عنده مكر وبيعرف يختار طريقة اللعب اللي بتتناسب مع كل مباراة. كولر اللي عنده دلوقتي 63 سنة كان قبل كده بيلعب في فريق سويسري مش مشهور قوي، ولكن يعني كان هو فريق اسمه جراس هوبر، وفاز معاه بالدوري السويسري يمكن 7 مرات، لعب في صفوف المنتخب السويسري 53 ماتش. لما جه وقت الاعتزال اتجه للتدريب ودرب بعض الفرق السويسرية من ضمنها فريقه القديم، لكن بعد كده درب منتخب النمسا وكان آخر فريق يدربه قبل ما يجي على النادي الأهلي هو
اشهر الفرق السويسريه اللي هو فريق بازل اللي فاز معاه ببطوله الكاس، مسيره طبعا كرويه هاديه زي شخصيه كولر، ما فيهاش مشاهد كتيره مثيره. بالنسبه بقى لكارلو انشيلوتي اللي عنده 64 سنه، الراجل ده من اهم المدربين في تاريخ الكره العالميه، عنده انجازات على مستوى كبير جدا، بيعتبر هو اول مدرب في التاريخ يحقق لقب دوري ابطال اوروبا 4 مرات، مرتين مع فريق ميلان الايطالي ومرتين مع ريال مدريد، وهو المدرب الوحيد في العالم اللي فاز بكل بطولات الدوريات الاوروبيه الخمسة الكبار اللي هم الدوري الانجليزي، الالماني، الاسباني، الفرنسي والايطالي. طبعا مشوار انشيلوتي كلاعب ما يقلش ابدا عن انجازاته، عن مشواره كمدرب، يعني مشواره كلاعب ومشواره كمدرب الاثنين فيهم انجازات وفيهم كمان القاب ملهاش حصر، خدوا مثلا كاس ودوري وكاس عالم، يعني خد كاس اوروبا وكاس عالم، يعني سواء كلاعب خط وسط اساسي في المنتخب الايطالي ورفع كمان مع كاس العالم سنه 90 مع فريقه، وكمان كمدرب. لكن زي ما هو معروف كره القدم مش بالاسماء، مش بالاسامي الكبيره ولا بتاريخ الانجازات، بدليل انه ريال مدريد السنه دي تحت قياده انشيلوتي لعب 10 مباريات كسب منهم 5 بس، اتعادل مرتين وخسر 3 مرات، مباريات يعني اخرهم يمكن مع ريال مايوركا في الدوري الاسباني. مش عايزين هنا نقارن طبعا بين نتائج الريال في الدوري الاسباني ونتائج الاهلي في الدوري المصري، لانه هذه المقارنه في هذه الحاله لا تجوز بصراحه، لكن نقدر نقارن ما بين روح الانتصار في الفريقين، لانه الاهلي تحت قياده كولر السنه دي لعب 8 مباريات كسب منهم 7، اتعادل في مباراه واحده بس، رصيد هزايمه 0. الاهلي دايما عنده حافز قوي للانتصار، هذا الحافز ممكن يكون واحد من اهم اسلحه السويسري الماكر مارسيل كولر في مواجهه الثعلب الايطالي كارلو انشيلوتي. قبل لحظات من بدايه مباراه الاهلي وريال مدريد معانا مراسلنا كريم، كريم موجود دلوقتي في المهندسين عبر الزوم في احد المقاهي اللي طبعا الناس بتستعد فيها لمتابعه هذه المباراه شديده الاهميه، هذه المباراه التاريخيه. يا كريم مساء الفل، الاجواء عندك عامله ازاي؟ مساء الخير الأستاذة والزميلة العزيزة إنجي أنور. يمكن النهاردة في الشارع المصري في حالة من العرق كده، يعني جماهير الأهلي زي ما حضرتك عارفة في كل مكان، والكل النهاردة مترقب مباراة الأهلي، المباراة التاريخية مع النادي الأسباني ريال مدريد. يمكن دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية تاريخ كبير جدا، النهاردة المرة الثامنة بيشارك فيها النادي الأهلي في هذه البطولة، وبتعتبر المباراة الرسمية الأولى ما بين الفريقين. طبعا كان في مباراة ودية قبل كده في 2001 فاز فيها كمان النادي الأهلي وتوج بنادي القرن، لكن النهاردة اليوم أعتقد أنه مختلف لكل محبي الرياضة ومحبي الساحرة المستديرة. النادي الأهلي أيضا النهاردة بيخوض مباراة مش هنقدر نقول أنها هي سهلة، لا مباراة صعبة، لكن نقدر نقول برضو ان ريال مدريد بيغيب عنه بعض اللاعبين المميزين زي حارس المرمى بتاعه، زي كابتن الفريق كريم بنزيما، والجماهير طبعا المصرية كلها وغير الاهلاوية كمان بيشجعوا، لان النادي الاهلي النهاردة مش بيمثل جماهيره بس ولكن بيمثل مصر كلها. كمان النهاردة من خلال اطلاعي على وسائل الاعلام المغربية، وطبعا كل الجماهير المغربيه هناك في ملعب مولاي عبد الله النهارده بتآزر المنتخب او بتآزر عفوا فريق المصري النادي الاهلي طبعا، وقالوا ان هو كمان كنوع من رد الجميل، لان طبعا الجماهير المصريه كانت بتساند المنتخب المغربي في كاس العالم في قطر. ده طبعا بجانب يعني وجود قاعده جماهيريه ما بين الفريقين، ريال مدريد له قاعده جماهيريه هنا في مصر، والاهلي المصري ايضا له قاعده جماهيريه بخلاف انه نادي مصري. لكن خلينا اقول لحضرتك كمان انه هنا الشارع المصري الجماهير معايا هنا مهتمه جدا للماتش، يمكن النهارده بقالنا يعني بقالي ايوه ساعتين اشرك معانا الجمهور، عاوزين نشوف الناس بتقول ايه، الناس متوقعه ايه. الناس موجوده وعندها طبعا حماس. هتقرب بيك وقول لي النهارده يعني توقعاتك ايه بالنسبه لمباراه اليوم. لا اخوك جمال فتحي او جمال عسكري، توقعاتنا النهارده ان ربنا هيكرم ان شاء الله، اللعيبه عندنا رجاله، الاهلاويه رجاله، وان شاء الله هيحققوا فوز، وان شاء الله بمشيئه الله يا 1-0 يا 2-1. تتوقع مين بقى يجيب الهدف؟
والله انا اتوقع أفشا واي حد يجي من خط الوسط، ممكن السوليه بشوطه من بره كمان. قول لي بقى النهارده توقعاتك للماتش بقى، انت جاي وجايب العالم معاك، تعالى بقى تعالى قول لي. مثلا ان شاء الله ممكن السوليه ومحمد مجدي أفشا يبقوا 2-1. وانت بقى؟ انا نفسي الاهلي. الاهلي يفوز. طيب معايا حد تاني، قول لي النهارده توقعاتك للمباراه. طبعا النادي الاهلي نادي عريق جدا ومش جديد عليه، والنهارده مباراه تاريخيه جدا، وان شاء الله اتمنى الفوز للنادي الاهلي والصعود لنهائي كاس العالم للانديه طبعا ان شاء الله. وأفشا بقى ان شاء الله 3 بقى الارضي ان شاء الله. شكرا جزيلا. يعني 3 دقائق بالظبط يعني بتفصلنا عن بدايه المباراه، وخلاص يعني الناس هنا قاعده مترتبه الماتش، وزي ما انتم شايفين اهو يعني ناس كبيره واطفال وناس كبيره. ان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي طبعا، لانه بيمثل مصر في بطوله مهمه جدا، كاس العالم للانديه بتقام في المغرب ومشاركته الثامنه على ارض عربيه. وان شاء الله لو فاز ان شاء الله النهارده باذن الله الاهلي هيواجه الهلال السعودي وتبقى بطوله عربيه بامتياز باذن الله. شكرا يا كريم. شكرا يا كريم. الحقيقه واحنا بنتكلم النهارده عن مباراه بين فريقين في رصيد كل واحد فيهم انجازات كبيره جدا، ما فيش شك انه اداره الناديين بتلعب دور مهم جدا في هذه الانجازات. النادي الاهلي طبعا تحت قياده الكابتن معشوق الجماهير محمود الخطيب، ونادي ريال مدريد تحت قياده فلورنتينو بيريز. كلنا عارفين طبعا مين هو الكابتن محمود الخطيب، بيبو اللاعب الكبير معشوق جماهير كرة القدم المصرية والعربية، واللي بيرأس حاليا مجلس إدارة النادي الأهلي من سنة 2017. أما فلورنتينو بيريز فده راجل أعمال أصلا، مهندس اشتغل شوية في السياسة، وبعدين تولى رئاسة نادي ريال مدريد في فترتين، فترة من سنة 2000 ل 2006، وبعدين استقال ورجع للمنصب تاني في 2009 ومكمل لحد النهاردة. طبعا الراجل ده هو اللي عمل النقلة الكبيرة في مستوى ريال مدريد، وهو اللي قدر يتعاقد قبل كده مع نجوم الفريق الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو. واضح طبعا انه خلفية رئيس نادي ريال مدريد كمهندس ورجل اعمال مختلفة تماما عن خلفية رئيس النادي الاهلي كنجم كورة كبير واداري متميز قبل ما يتولى رئاسة الاهلي. لكن قطعا اللي بيجمع ما بين بيبو وبيريز هو قدرتهم على تحقيق الاستقرار في الناديين، وعلى تثبيت قواعد عمل واضحة، سياسة إدارية ناجحة تقدر تحقق إنجازات، لأن الإدارة مش شعارات أو تصريحات لكنها فن وعلم، وده اللي بيميز إدارة الأهلي وإدارة ريال مدريد. وإذا كنت بتمنى إنه النهاردة إنه واحد من الاثنين بيبو أو بيريز يبات فرحان، فأكيد أنا بتمنى ده للكابتن الخطيب، وكفاية بقى على السيد فلورنتينو بيريز اللي حققه في هذه البطولات قبل كده. الحقيقة يعني كل تمنياتنا بالفوز طبعا النادي الأهلي، إن شاء الله يحقق طموحنا، وهو أكيد عند ثقتنا، وإن شاء الله يعني نسعد بهذه النتيجة ونبات النهاردة كلنا فرحانين. أشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوفكم يوم الأحد في مصر جديد.